الشيخ علي أيضا من بين الأمور اللي نسبت لهذا التنظيم هو أنه قريت في إحدى الشهادات يقول واحد واسمه كمال الطويل، عنده اسم كما هكذا، يكتب في جريدة أعتقد عربية، يقول من أنه الجماعة نتاعكم هي اللي قتلت زيتوني، فهل هذا صحيح؟ واسمه كميل الطويل، كميل ايوه لبنان لبناني ويكتب في جريدة الحياة. الله الله أعلم، على أنه مختص في الحركات الإسلامية. نعم إيه نعم سمعت باللي وجاء هنا عندي. نعم التقيت به أنت هذا الشخص؟ هذا التقيت به نعم، و وجاء مع اللي راه مراسل الحياة اللي هو مدير جريدة هنا في الجزائر، وأنه مراسل تاع جريدة نعم جاب هذا يعني كان رفيق. نعم حقيقة هذا الأمر الذي ينسب إلينا من مقتل يعني زيتوني ليس إنما هو حقيقة. نعم إحنا بعد أن يعني اعتدوا على إتقاننا وعلى يعني إطاراتنا إطارات الجبهة إطارات الجماعة اللي تاعنا اللي كانت هناك وغدروا في وفدنا الذي وصلناه إليهم وأعلنوا علينا الحرب، نحن قمنا كذلك بالمقاومة والدفاع عن أنفسنا، فكنا يعني نوجه كمائنا لهم كما كانوا هم يهاجمون ويوجهون لهم لنا كمائنا في منطقتنا. نعم اللي ربي كتبه سبحانه وتعالى احنا هذا كما قال الله سبحانه وتعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر ان اخوتنا يعني خرجوا يقاوموا كما العاده في المنطقه، دخلوا في المنطقه نتاعهم وكملوا ووقع هذا الشخص هذا في التنين. نعم هذا صحيح، هذا يعني عن دار الصدفة الكابين وقع فيه بالصدفة هو كشخص. نعم احنا تبنا لهم هم كجماعة وقع هو في الكابين صدفة، ربما هم أحبوا ينسبوها ولا يقولوا كائن في الوصفية أنا عنده ولا وجهه ولا انتهت العملية تاعه، هذا شيء آخر. نعم. هذا ليس له إيدك بالعالمين ساقه لهذا القدر. وش هو الشيء اللي خلاكم شيخ علي باش تتبرعوا انتم من هذه الجماعه الاسلاميه المسلحه؟ علاش هما هذ الناس كانوا دايرين شعار تاعهم تاع الدوله الاسلاميه وهم اللي كانوا يحوسوا يطبقوا الشريعه الاسلاميه، انتم علاش كنتوا ضدهم؟ لا اسمح لي اولا كنت احنا عملنا لم يكن عملا يعني فطريا بدات فوق الارض في اخر الثمانينات ولا بدايه السبعينات. العمل الإسلامي عنده جذور في هذا البلد من قبل الثورة ومقاومة الأمير وفي الزمان لما قبل الثورة وأثناء الثورة وبعد الاستقلال، وإحنا من السبعينات وإحنا في مساجد الدعوة في الثمانينات، وجاءت الفرصة هذه فرصة العمل السياسي الواضح فاخترناها وفضلنا هذا الطريق السلمي، لكن هذا لم يعجب كثير ممن يعني لديهم شيء من التطرف ورفضوا هذا ما صار، حاولوا ان يوقفوه بمخالفته وبإثارة الضجيج حوله، لكن يظهر انه مجد بعض المؤسسات الاشياء اللي شجعت هذا الفكر وحاولت توقف العمل السياسي تاع قبل النجاح نتاعها، ولما نجحت حاولت ان توقفه ايضا حتى بعد النجاح وكذلك حتى اثناء المقاومه، لذلك هذا الكلام تاعهم انهم اصحاب حوس تطبيق الشريعه او كذا هذا غير صح، انما هم يريدون ان يثيروا فقط انما تطبيق الشريعه كان نسبه السياسي دخل في البلديات ودخل في البرلمانات من اجل التغيير السلمي الصحيح المتدرج وعلى بصير، لكن هؤلاء خرقوا الاوراق قبل وبعد الانقلاب وحتى داخل الجماعه، لان احنا راينا فيهم
فيه تطرف، ورأينا يعني مسار مضاد لاختياراتنا واختيارات الوطن، اختيارات العمل السياسي، عمل مضاد لهذا تماما لا يقوم به المسلم. كذلك الأعمال الغاصب أو أعمال الاعتداء الرهبان غيرهم، هذا عمل لا يقوم به المسلم كذلك أصلا. فهمتني؟ لرأينا هذا الانحراف، شيخ علي، ورأينا وشعرنا بالاختراق، تميزنا عنهم وتميزنا بأننا نحن مقاومون ولسنا ضد ليش. الشيخ علي، في تحدث أنت الآن وذكرت القضية نتاع الرهبان. نعم. إذا ممكن وإذا عندك معلومات في هذه القضية، هو أنه توضح الرأي العام. أنا في الحقيقة أنا تتحدث وكلامي أنتني تكلمت اللي كنت حاضر في اليوم أعطي لهم الأمان، كنت حاضر مع اللي قالهم الأمان وهو الشيخ الطيار، أذكرت هذا الوثيقة صدر 97 أي موجودة متوفرة في الإنترنت. قلت كيف اشتغلنا، كيف اشعطاهم الأمان، كيف كانت السيرة بعد الحمد لله. أذكرت نقطة ثانية وهي أن الجماعة ما لاحظنا أن هذا التطرف هذا الغلو وبدأنا نخرج عن طاعتها، حاولت أن تختبر طاعتنا لها فأمرتنا باختطاف الرهبان فرفضنا، فقامت هي بهذا العمل. نعم. يعني من ورائها هذه أشياء أعرفها حضرتها وأقولها، يعني هذه صرحت بها. نعم. شهادة وموجودة في الإعلام وتكلمت بها، لكن يبقى هناك أشياء هي استنتاجات ودلائل أن هذا الماء لقد أو نتفق كلنا نتفق من الناحية الشرعية هذه جريمة. نعم. اعتداء الرهبان لأعطي له العهد جريمة، سواء قام بها يعني منتسب للإسلام ولا منتسب لجهة أخرى، أي جهة تقوم بها هذه جريمة، واللي قام بها مجرم. من هو؟ احنا جماعتنا لم تقم بهذا، وقلت أنا ما عندي من حضوري لإعطاء الأمان ومن رفضي لطلب زيتون وغيره. قامت بها جماعة تسبوها، الآن راهي تحت الإجهار، وهناك أدلة ودلائل وغيرها، القضاء هو اللي يفصل في هذا الأمر. نعم. تفضل.